أسد تائه في الكرادة يثير الرعب، ورونالدو يودع دبي باللغة العربية، وتقديم شمبانيا للكلاب على أنغام موسيقى الجاز، والمزيد في هذه الحلقة من يو تريندينج. ابقوا معنا. كالعادة نبدأ من العراق، وتحديدا هذه المرة من محافظة البصرة الفيحاء، حيث سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لحفل تخرج أكاديمية همم، الخاصة طبعا بذوي الهمم، الذي أقيم في ملعب جذع النخلة في المدينة الرياضية في البصرة. هذه المرة الأولى التي يقام بها حفل كهذا لهذه الفئة من الطلاب. الأكاديمية هي الأولى أو أول مدرسة عراقية مجانية مخصصة للأطفال أصحاب الهمم، وأسستها الدكتورة تالا الخليل عام 2018، وتضم حالياً 100 طالب. الطلاب الذين تخرجوا أمضوا 3 سنوات من التعليم والتدريب والدراسة من أجل الانخراط في المجتمع. لابد من مشاهدة لقطات من هذا الحفل وهذه الأجواء المليئة بالفرح والأمل والسعادة التي غمرت أهل الأطفال. نشاهد. الحمد لله يا رب العالمين. برافو. من حفل تخرج مدرسة المحاربين في البصرة الفيحاء إلى العاصمة بغداد، وتحديدا منطقة الكرادة، حيث انتشر مقطع فيديو لأسد تائه يدخل إحدى محلات بيع الأجهزة الكهربائية، مما تسبب بحالة من الرعب والهلع. استمرت هذه الحالة لمدة ربع ساعة وما أطولها من ربع ساعة، إلى أن جاء صاحب الأسد وأمسك به. نشاهد. جيبه باوع. حماد ليش يعضك؟ تخلي يعضك يا صغير طحوة، انت ايش عندك هنا؟ هذا الفيديو أثار استياء بعض المواطنين، حيث طالبوا بقانون حازم يمنع تربية الحيوانات المفترسة في المنازل ومحاسبة صاحب هذا الأسد لاستهتاره بأرواح الناس. بعض التعليقات التي أتت على الفيديو من ورد قالت على صاحب الأسد أن يعاقب إن كان هنالك قانون لحماية الحيوان والاستهتار بأرواح الناس. التعليق الآخر كان من رشدي، قال به: بلد بلا حسيب ولا رقيب، عايشين بالقدرة، الله الستار من القادم، أين القانون من هؤلاء الذين استهتروا بمقدرات البشر؟ ديما تقول الحيوان هم شنو ذنبه؟ شنو الحلو بتربية الأسد والحيوانات البرية بقفص؟ إذن كانت هذه بعض التعليقات على الموضوع. وإلى موضوع آخر، وفي صورة تدل على أن المرأة تستطيع أن تكون أي شيء إن أرادت، ترتدي اليوم مهندستا النفط صفاء السعيدي ودلال عبد الأمير الخوذ التي، وتتوجها طبعا إلى كل صباح إلى مجمع الغاز في مدينة أو محافظة البصرة، تتحديا الصعاب بالعمل في مجال غالبية موظفيه من الرجال. المجتمع قد يعارض
عمل المرأة، بل أنه قد لا يقبل مطلقاً أن تعيش فتاة خارج منزلها وتسكن في موقع العمل لأيام لربما لأسابيع أيضاً. هذا ما قالته صفاء التي تعمل في حقول النفط والغاز جنوب البلاد. دعونا نشاهد. نبقى في البصرة لكن هذه المرة مع الثور، ثور هائج هاجم مدرسة في البصرة بقضاء أبو الخصيب وسبب ذعرا للطلاب. نشاهد هذا الثور الهائج. من البصرة إلى مصر، حيث أوقفت وزارة الأوقاف هناك إمام وخطيب أحد المساجد عن العمل لمدة 3 أشهر بسبب سوء استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية قيامه بتصوير فيديو من داخل أحد مساجد محافظة مطروح يظهر فيه خلو المسجد من المصلين، وذلك أثناء مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون. الإمام ظهر في الفيديو الذي بثه من داخل المسجد وهو يتحسر على فراغ المسجد من الناس وجلوس الشباب في المقاهي لمشاهدة المباراة. هذا الفيديو أثار موجة غضب واستياء، وتم تقديم مذكرة بحقه حيث قرر وزير الأوقاف وقف الإمام ومنعه من صعود المنابر لحين انتهاء التحقيق معه. نشاهد الفيديو. مسجدي بعد أذان صلاة العشاء، وكما ترون المسجد خاليا إلا من الكراسي. هذا هو المسجد، خالي جدا. والآن كما تعلمون تبث مباراة للمنتخب المصري كما يقال لكرة القدم. سأخرج معكم إلى طريق ترون الفرق الشاسع وترون أسباب ما نحن فيه. كما ترون كما تسمعون. للمزيد مشاهدينا تابعونا بعد هذا الفاصل القصير. من جديد وهذه جولة للأخبار السريعة، والبداية من أخبار المشاهير ومع نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو الذي زار الإمارات مؤخرا وفاجأ متابعيه بتوجيه كلمة شكر لدبي باللغة العربية معتبرا أنها بيته الثاني. وأضاف رونالدو: عائلتي ممتنة لحسن الاستقبال وكرم الأخلاق شعبكم الجميل مع خالص محبتي لكم. يذكر أن الدون يتواجد في دبي حاليا ضمن دعوة من قبل حكومة دبي لحضور فعاليات إكسبو 2020. As we discussed, Expo focuses on... It's a beautiful night for these young fans today that they will never, ever forget. I sincerely hope that is the case for each of some noise for our special guest! It's the last one. إذن رونالدو احتفل بعيد ميلاد حبيبته جورجينا وهو في دبي بإضاءة برج خليفة بصورتها، ونشر الفيديو عبر حسابه على الإنستغرام وحقق خلال يومين فقط أكثر من 38 مليون مشاهدة. تخيلوا. I'm a
من رونالدو وعشاقه إلى المزادات وعشاقها، وتحديدا بما يخص موضوع السيارات. عرضت مؤخرا سيارة مرسيدس تعود لسنة 1955 في مزاد RM سادابيز في أمريكا بسعر ما بين 7 و9 ملايين دولار. نشاهد. وإلى أخبار العواصف الثلجية التي تضرب أجزاء مختلفة من العالم، فبعد تركيا والعاصفة الثلجية التي ضربت أسطنبول الأسبوع الماضي، وأدى ذلك إلى توقف الملاحة الجوية في مطارات المدينة الثلاثة وتوقفها لأكثر من 24 ساعة، هذه المرة هنالك عاصفة ثلجية ضربت شمال شرق الولايات المتحدة وأجبرت شركات الطيران هناك على إلغاء ما يقارب 6000 رحلة طيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تساقطت الثلوج تجاوز سمكها 60 سنتيمترا مع هبوط رياح شديدة، مما دفع هبوب هذه الرياح الشديدة مما دفع حكام ولاية نيويورك وولايات أخرى إلى إعلان حالة الطوارئ وحذروا من انقطاع التيار الكهربائي. حذرت هيئة الأحوال الجوية من احتمال حدوث فيضانات بالمناطق الساحلية، وألغت شركة السكك الحديدية خدمات نقل الركاب في معظم أنحاء المنطقة، ودعت حاكمة نيويورك السكان إلى المكوث في بيوتهم في عطلة نهاية الأسبوع وتجنب السفر غير الضروري، وطلبت ممن اضطروا للسفر ملء خزانات سياراتهم بالوقود والاحتفاظ بالامدادات مثل كاشطات الثلج والبطانيات والمياه وغيرها من الأدوات. وإلى موضوع آخر، وبعد إقامته لفترة طويلة في الولايات المتحدة، يخطط نجم فيلم سبايدر مان الممثل البريطاني توم هولاند للعودة والاستقرار في بريطانيا مع صديقته زندايا التي شاركته طبعا في بطولة الفيلم. هولاند اشترى منزلا فخما في العاصمة البريطانية لندن كلفه 4 ملايين دولار. المنزل يطل على نهر التايمز ويتكون من 6 غرف نوم، ويجاور عددا من المشاهير أبرزهم نجمة هوليوود أنجلينا جولي. هولاند رافق حبيبته الممثلة والمغنية الأمريكية زندايا لتسلم مفاتيح المنزل الجديد وزيارة والديه المقيمين أصلا في لندن. تقدر ثروة نجم أفلام سبايدر مان بحوالي 15 مليون دولار، بينما ثروة حبيبته تقدر بنحو 13 مليون دولار. You guys, just back here to your right. إلى موضوع آخر، وليس بالأمر الجديد أن نرى كلابا تعيش برفاهية ودلال، لكن الجديد أن يكون هنالك فندقا يقدم لهم الشمبانيا وتعزف لهم أو تعزف لهم موسيقى الجاز وهم يستمتعون بحمام سباحة. هذا بالضبط ما يحصل في فندق تجاوز في خدماته 5 نجوم ليصبح فندق 6 نجوم مخصص فقط للكلاب. ففي مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا يوجد فندق سبايدر روف
الذي يقدم لنزلائه من الكلاب خدمات متميزة وتنافس فنادق الخمس نجوم، حيث تحصل الكلاب التي يودعها أصحابها هناك الأثرياء تحديدا على معاملة خاصة قد لا يحصل عليها كثير من البشر. يقول أحد العاملين هناك في الفندق أنهم يبذلون قصارى جهدهم لتقديم خدمة ست نجوم للنزلاء، ويضيف أنهم يوفرون إقامة فاخرة للكلاب تشمل إشرافا على مدى 24 ساعة وخدمة ترفيهية في حمام السباحة ومقاعد ضخمة وموسيقى الجاز. تشمل الخدمات أيضا نزهات طويلة لتمشية الكلاب في المناطق الريفية بمنطقة مزارع العنب في غربي البلاد. ومن بين الخدمات المتميزة التي يقدمها الفندق أيضا لهذه الكلاب الشمبانيا، وهي عبارة عن ماء مختلط بالأعشاب داخل زجاجة الشمبانيا. نشاهد. إلى عالم السيارات، وهذه المرة لا يتعلق بإصدار سيارة لكوكب الأرض بل سيارة جديدة لشركة تويوتا، هذه المرة بغزو الفضاء، حيث تعمل الشركة اليابانية مع وكالة الفضاء اليابانية على تصنيع سيارة لاستكشاف سطح القمر، وتعطي هذه الخطوة المزيد من الأمل لتحقيق طموحات العيش على القمر بحلول 2040. وفقاً لما صرح به طبعاً مسؤولون بهذه الشركة، السيارة التي يتم تطويرها مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تسمى لونار كروزر، وتيمناً طبعاً بسيارة تويوتا لاند كروزر الرياضية متعددة الاستعمالات كان هذا الاسم، من المقرر إطلاقها خلال السنوات المقبلة. رئيس مشروع لونار كروزر في شركة تويوتا قال إن السيارة تعتمد على فكرة أن الناس يأكلون ويعملون وينامون ويتواصلون مع الآخرين بأمان في سياراتهم، ويمكن فعل الشيء نفسه لكن في الفضاء الخارجي. طورت شركة جيتاي اليابانية، وهي شركة متعاقدة مع شركة تويوتا، ذراعا آلية لسيارة لونار كروزر، والتي صممت لأداء مهام مثل الفحص والصيانة. قال الرئيس التنفيذي لشركة جيتاي أنه شعر بأن التحدي المتمثل في إطلاق أو الانطلاق إلى الفضاء تمت مواجهته بالفعل، لكن العمل في الفضاء ينطوي على تكاليف ومخاطر كبيرة لرواد الفضاء، وقال أن هذا هو المكان الذي ستكون فيه الروبوتات هي مفيدة فعلا. بهذا مشاهدينا حلقتنا انتهت، نلتقيكم بحلقات مقبلة، إلى اللقاء. We'll be right back.